أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية تعزيز آفاق العلاقات الاستراتيجية الخليجية الباكستانية بما يخدم المصالح المشتركة، وحرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف بوزير الخارجية الباكستاني، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.